اذا اختيار الاكتويتر بده يكون على اساس كرايتيريا معينه. كرايتيريا هي المعيار، المعيار او الاساس المفرد كرايتيريان، جمعها كرايتيريا. وهي المعايير لازم اخذها بعين الاعتبار لما اختار الاكتويتر. خلينا نطلع على الاشياء اللي بدي اخذها بعين الاعتبار، اذا شو هي الكرايتيريا اللي على اساسها بدي اختار. اول شيء اول هاي الكرايتيريا اللي لازم اختارها، بس حط لي اياها على السايلنت لو سمحت. الكرايتيريا الاولى راح اختارها هي الباور والتورك. يعني انا ما حطيتهم بنفس الترتيب، ما حطيتهم بنفس الترتيب. كويس السؤال، مش شرط انا ذاكرهم بس مش بنفس مش بالترتيب، يعني الترتيب ما ببين اهميه هون بالحاله هاي، مش هيك سؤالك؟ اوكي، يعني not in order of importance. اذا الكرايتيريا اللي بدنا ناخذها بعين الاعتبار not in order of importance اللي هي الباور والتورك. في اشياء رح يكون الباور والتورك تبعها قليل، في اشياء رح يكون الباور والتورك تبعها مثلا على سبيل المثال اذا متذكرين قلنا اذا عندي هيدروليك سيستم بستخدمه في حاله، او الهيدروليك سيستم بستخدمه في حاله فيري لارج باور. في حين اذا عندي فيري فيري سمول باور ايش بتوفر عندي؟ مثلا ستيبر موتور بصير امكانيا ستيبر او سيرفو. بعض انواع الدي سي الصغيره مثلا فريق سمول. ميديوم باور راح يكون متوفر، يعني ميديوم باور يعني اذا عندي مثلا 10 كيلو وات او 15 كيلو وات عاده راح استخدم شيء زي اندكشن موتور او سينكروناس موتور. اذا الباور والتورك هي كرايتيريا لازم اخذها بعين الاعتبار حسب التطبيق، وبتبين لي ايش اللي راح اختاره، ايش الاكتويتر راح اختاره. عندنا البوزيشننج اكيورسي. إذا بدي بوزيشن اكيورسي عالية، لكن المشكلة هون إذا بدي بوزيشن اكيورسي عالية والباور تورك صغيرة ايش ممكن استخدم؟ ستيبر وسيرفو. لكن إذا البوزيشن اكيورسي بدي اياها عالية، يعني بدي دقة شديدة، لكن عندي ابلكيشن 80 كيلو وات ما بقدر استخدم ستيبر وسيرفو. بنستخدم مثلا يا باخذ هيدروليك بستعمل فيدباك وبستخدم واحدة من الكومبوننتس الثانية. شايفين كيف عندنا رولز؟ زي كيف الرول رول بيس او اكسبرت سيستم، بنصير نسأل السؤال نقول اذا كان هيك وكان هيك مثلا ايش احسن اكتويتر. اذا البوزيشننج اكيورسي لما بختارها طبعا ممكن اعوض البوزيشننج اكيورسي باستعمال الفيدباك. اذا عندي بور بوزيشننج اكيورسي يعني كان بي كومبنسيتد فور يوزنج فيدباك. وفيدباك هون بدك تبدا تطلع على انواع السنسرز وانواع الفيدباك سيستمز اللي بدها تعطيك حتى تعوض اذا الاكيورسي ضعيفه، البوزيشن اكيورسي ضعيفه في السيستم. لكن اذا كانت البوزيشن اكيورسي هاي بدي جود بوزيشن اكيورسي، والباور لو ممكن استخدم وقتها سيرفو موتور او ستيبر موتور. في عندنا كمان شيء مهم اسمه سبيد رينج. سبيد رينج هو الرينج بين اعلى سرعه واقل سرعه، وهذا بنعبر عنه برقم مثلا بنقول 20 لواحد او مثلا 5 لواحد. يعني اذا اعلى سرعه بيمشي عليها المحرك او السيستم كانت 20، بدي انزل سرعه هذا المحرك واتحكم فيها في رينج واسع من 20 لواحد. من الامثله الجيده على هذا اللي هو الدي سي موتور وذ فيريبل سبيد درايف. دي سي موتور وذ في اس دي بتعطيني فيري هاي فيري لارج رينج، رينج واسع جدا اللي بقدر اتحكم فيه، في حين الاندكشن موتور محدود السبيد رينج تبعه اللي بقدر اتحكم فيه الا لما احط له فيري ادفانسد فيريبل فريكونسي درايفز. يعني هذا مثلا 20 لواحد لو كانت عندي السرعه العليا مثلا 20 ار بي ام، اذا كانت السرعه العليا 1000 ار بي ام لما بقسمها على 20 بتعطيني 50 ار بي ام. اذا هذا هون صار السبيد رينج تبع هذا المحرك. يعني انا عمالي بقول انه بدي رينج اتحكم فيه عالي جدا من 50 ل 1000 ار بي ام، وهذا طبعا رينج ضخم 20 لواحد، او 5 لواحد مثلا بصير 1000 ل 200. سبيد رينج اذا بدي اخذه بعين الاعتبار. بعدين عندنا كمان شيء اسمه ديوتي سايكل. الديوتي سايكل هي قديش الفتره هذا السيستم بيشتغل وبطفي، قديش بيشتغل وبطفي حسب التطبيقات. في بعض التطبيقات بيكون عندي ديوتي سايكل بدي اياها 100%، مثلا لو عندي فان والفان بتضلها شغاله باستمرار طول النهار توتالي اون واللود وفولي لود مثلا، او اذا عندي شيء مثلا زي مثلا مصعد، يعني هذا هون لو عندي فان مثلا او بامب
ممكن تكون الديوتي سايكل 100%، اليفيتر يمكن تكون الديوتي سايكل مثلا 40% فرضا حسب الآلة، وهذا بيأثر على الاختيار، لأنه المحرك هذا لما بختاره الحرارة مثلا كيف تتجمع الحرارة فيه، بدي اخذ بعين الاعتبار ايش الديوتي سايكل تبعت الريكوايرمنت، شو التطبيق هذا، طبيعة التطبيق اللي موجود هون، وايش بحتاج مني انه يشتغل او يلف السيستم. عندنا الخامس ريكوايرمنت فور فيدباك، في بعض اكتويترز بداخلها نفسها بيجي فيدباك زي ما حكينا زي ستيبر موتور، او اذا كان هو الجهاز ما فيش فيه فيدباك انا بدي اركبه فيدباك خارجي، اذا هاي راح اخذها بعين الاعتبار. اذا كمان اذا عندي السيستم ما فيش فيه فيدباك ممكن استخدم شافت انكودرز، مثلا الشافت انكودر ممكن تعطيني فيري جود فيدباك وتعوض عن اذا كان السيستم نفسه ما فيش فيه فيدباك. لكن بشكل عام الستيبر موتور ما بحتاج فيدباك. ونفس الشيء بالنسبة للسيرفو موتور ما بحتاج فيدباك. الكومبوننتس الثانية لو عندي هيدروليك سيستم مثلا بحتاج فيدباك، حتى البيزو الكتريك اكتويترز بعض انواع البيزو الكتريك اكتويترز ممكن استعملها فيدباك، وممكن اني ما يكونش عندي فيدباك. طبعا انا بحتاج فيدباك بشكل عام، اذا بدي اعمل كلوز لوب كنترول سيستم لازم يكون لنا فيدباك بهذا السيستم.